يعطيكم العافية، كيفكم شو أخباركم؟ كتير بسألوني ليش بضلني دايما مبتسم وفرحان، ما في عندي مشاكل في الحياة. ولهم لا، بالعكس في عندي مشاكل، أنا إنسان طبيعي، لكني مؤمن بالله سبحانه وتعالى، ومؤمن إنه كل اللي بيقدر لي سبحانه وتعالى هو لخير، لخيري ولخير لعملي ولآخرتي. إذا في خير وفرح وسعادة أعطاني الله سبحانه وتعالى فهو من الله سبحانه وتعالى، وإذا في شر أو شفت شيء فهو دفع لبلاء ودفع لشيء أسوأ. وفي آية في القرآن بتحكي عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فعشان هيك بتمنى لكم دائما الابتسامة، وعشان تكون دائما أيامكم كلها حلوة يا رب. والله يعطيكم العافية، وعسى أن تكرهوا شيئا.